أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم في درس الأمس أن من استهزأ بشيء من القرآن أو السنة أو العلماء وهو غير قاصد. أما الاستهزأ بشيء من القرآن أو السنة هذا كفر، كفر صريح. أما الاستهزأ بالعلماء هذا فيه تفصيل كما ذكرنا، إن كان يستهزئ بهم من أجل علمهم هذا كفر، إن كان يستهزئ بهم من أجل أشخاصهم فقط فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لا يجوز السخرية بالمسلم فضلا عن العالم. نعم. ويسأل عن ماذا يعمل لأجل أن يتوب. يتوب إلى الله، التوبة بابها مفتوح، توب إلى الله توبة صحيحة ويترك هذا الشيء ويتوب الله عليه. نعم.